بعد عرضه في صالة مجازات كريستي العالمية بالعاصمة البريطانية لندن. وانتهى المزاد ببيع هذا التمثال لأحد هواة جمع التحف بمبلغ 14 مليون جنيه استرليني. مع الآن عبر الهاتف الباحث الأثري الأستاذ بسام الشناع والناشط في مجال استعادة الآثار المصرية. أستاذ بسام أهلا بحضرتك معنا. أهلا ومرحبا بك. ما تعليق حضرتك على هذا الخبر يا فندم؟ يوم آخر مظلم ينضم إلى قائمة الإخفاقات لدبلوماسيتنا ولمسؤولين في اليونسكو ومسؤولين الذين فرحنا عندما سمعنا أنهم تتوهوا مكانة عالية في 2014 في منظمة اليونسكو. لم يفعلوا شيئا، بل حاولوا ولم يفعلوا أي شيء إيجابي في وقف بيع تمثال سيخن كا وإخفاق آخر لوزير آخر للآثار. إذن القصة ليس لها دعوة بالشخصيات وليس لها دعوة بالوزراء وليس لها دعوة بالحكومات، هي لها دعوة كما قلت من قبل وصرحت لجريدة الوادي، هي عايزة قرار سيادي. قرار سيادي يعني ايه؟ يعني رئيس الجمهورية يطلع بكرة الصبح يقول للعالم آثارنا، لا مش هترجع بلدنا مصر أرض الكيانة صاحبة هذه الآثار المسروقة، وأرجو إن أنا أحط تحت كلمة مسروقة بالنيون المنير. من تسمعي مسؤولين يقول لك أصل التمثال ده خرج قبل اتفاقية اليونسكو سنة 70، وبالتالي يبقى هذا التمثال خط بطريقة شرعية. أي شرعية يتكلمون عنها؟ أي شرعية؟ تكلم في 1800، بنتكلم على سيخن كا، هذا التمثال البديع. وأنا هقول لحضرتك بداية القصة دي في 30 ثانية كانت امتى؟ القصة سيخن كا دي كانت امتى؟ قعدت كده كل شوية وكل مدة بخش أفتش في سادات عالمية على الآثار المصرية والآثار الإسلامية. فوجدت في كريستيس هذا التمثال البديع بفيديو هاي ديفينيشن، أي كفاءة عالية للتصوير، ولقيت شرح كامل له بالتفصيل، ولقيت صور له واضحة جدا لدرجة من الممكن أن تتخيل إن أنت أمام التمثال نفسه. فوجدت في هذا التمثال إبداع نحتي ليس له مثيل كثيرا في تلك الحقبة اللي هي الدولة القديمة. احنا بنتكلم على الدولة القديمة، يعني بنتكلم على من 2300 ل 2400 قبل الميلاد. يعني هذا التمثال حوالي 4000 سنة و300، متخيل الرقم ده؟ احنا علشان من كتر ما بنذكر هذه الارقام والالفات بدأنا نفقد اهميتها وقيمتها. ولكن اذا تكلمت عن قطعة اثرية في متحف الولايات المتحدة الامريكية، آثار خشبية انا شفتها في احدى زياراتي لمتحف في نيو مكسيكو في سانتا في، ترجع الى 1954 ميلادية، حطينها في متحف آثار خشب. فقرني ده بده. هذا التمثال سيخن كا خرج في 1800 عن طريق الانجليز المغتصبين الوص. فهتقولي لي صدامي شوية يا رسامي، هقول لك اقول الحقيقة. من يأخذ شيء ليس ملكه، لو ده حد اخذ الساعة اللي حضرتك لابساها لمجرد ان هو ماسك المنطقة اللي انت فيها، ولكن هي ليست من حق، انت اشتريتيها بفلوسك وبعرقك او صنعتيها بعرقك وبمخك وبذكائك اللي ربنا سبحانه وتعالى تقول دي تبقى ايه؟ دي تبقى سرقه. فبالتالي احنا ما شفناش انجليز بينحتوا تماثيل وبيكتبوا هيروغليفي، ما شفناش فرنسويين بيعملوا مسلات، ما شفناش تماثيل اخناتون في المانيا، اخناتون ما سافرش المانيا. يبقى هذه الاشياء كلها بتاعتنا، انتوا اخذتوها عنوه في الاغتصاب والاحتلال، ومن ضمن الاشياء دي في 1800 خرج سيخن كا وتبرع به الرجل الانجليزي الى نورثامبتون. وهنا في نقطة، يعني في ناس بتقول طيب هل التمثال ده لم يبيع؟ خلاص انتهت القصة كده، ما نقدرش نعمل محاولات تانية؟ لا،
ان شاء الله انا بقى بودي كلامي هنا مره اخرى بدبلوماسينا ومحامينا وقضائنا ومستشارينا ووزاره الاوقاف مره ثالثه ورابعه وعشره وعشرين. وفي مكان هذا الفعل موجود به استرجاع الاثار وزاره الاثار ولا وزاره الثقافه ولا وزاره الخارجيه ولا جهود هذه الوزارات متضافره مع بعضها؟ جهود 90 مليون مصري. هتقولي لي طيب والشعب عمل ايه؟ يعني انا بقول لك اخفاقه اخرى للمسؤولين. طيب الشعب عمل ايه؟ هقول لك عمل ايه؟ لما عرفت ان هذا التمثال هيتباع رحت عند الاناضول وقلت لهم انا عندي لكم خبر كويس ارجوكم انشروه عندنا كذا 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 وشرحت التمثال من واقع الشرح بتاعه لصادق كريستس. خدي بالك الصالات ديت يا جماعه بيبقى عندها مكتفريين ومجموعه من المتخصصين لما حد بيعرض تمثال على صاله المزادات بيوجهوا التمثال ده للمختص فيبدا يقول لك التمثال ده صحيح ولا فيك ولا مزيف. هذا التمثال يساوي قد ايه؟ امكانياته التاريخيه ايه؟ وتتكلم الحاجات دي كلها وايضا يكتب من صاحب هذا التمثال. فعندما نزلت الاخبار كوقت الضغط عندما بدات الحمله لاسترجاعه او وقف بيعه بدات العمليه تتحرك شويه واتكلمت في الاعلام وكذا بقت عمليه تحرك. التمثال اتباع ب 27 مليون امريكي 1161 دولار يعني بتتكلمي في حوالي 27 مليون دولار امريكي. نقدر نسترده تاني من الراجل اللي اشتراه. عندك خطورتين، الخطوره الاولى انت ما بتعرفيش مين اللي اشترى. يعني ممكن جدا هذا التمثال يكون في لندن صاله المزادات في لندن اللي انا اديت الساعه بتاعت المزاد. يعني انا لما كتبت وبدات حملتي على النت ومع وكالات الانباء قلت لهم الساعه اللي هيتباع فيها قلت لهم يوم 10 يوليو بعد الساعه 7 مساء. فهذا التمثال عندما كان الفكر بقى دي نعمل ايه؟ النهارده اللي عايشه في نورثامبتون اللي في المتحف اللي باع هو المتحف باع ليه؟ المتحف باع لانه عايز يكبر المتحف وما عندوش فلوس. فواحد انجليزي طلع لهم فكره في منتهى الجمال احنا لازم نمسك في تلاعبها. قال لهم الراجل الانجليزي زمان بتاع الاسطوانات ده لما قدر تمثال اداه الناس بتوع الاهالي نورثامبتون ما ادوهوش لمجلس متحف نورثامبتون اللي هو قرر بيعه. اذا الاعضاء بتوع مجلس متحف نورثامبتون دول عملوا حاجه ضد القانون ان هم تخلصوا وباعوا تمثال بدون الرجوع الى اهالي نورثامبتون شخصيا. فده معناه ان المفروض ان اهالي نورثامبتون يثوروا على هذا. وبالفعل هم عملوا بيتيشن وعملوا عريضه والعريضه ديت اتمضت وهم ماشيين مش ساكتين في الموضوع ده واحنا كمان المفروض ما نسكتش على الموضوع. أما بالنسبة للقرار السيادي، فالقرار السيادي يجب على مصر أن تنسلخ حالة والكلام ده رسخ فيه بقالي سنين، على مصر أن تنسلخ من قانون اليونسكو، قانون اليونسكو قانون بلاستيكي كرتوني لا يساوي بضعة قروش، ولم تساعدنا اليونسكو في استرداد أي من تلاتتنا الكبيرة، يرجعوا لنا كتاب صغير كده على الناشي ماشي، يعني بيحصل إن الوزارة بتسترد مش ما بتستردش. لا بتسترد. لسه في خبر قايلين النهارده انه في جزء من جداريه فرعونيه هو الحقيقه قام باهدائها للوزاره المصريه او الحكومه المصريه زوجان المانيان كان هذا الجزء ولم يكونا يعرفا انه مسروق من مقبره فرعونيه. متشكرين قوي. يعني كمان دلوقتي احنا لما بنسترجع حاجتنا بنبقى فرحانين ومع هذا ماشي هطولها. يعني الغرفه 44 في المتحف المصري بها الان لغايه يوم 9 اغسطس وانا اثنيت على هذا العرض مجموعه جميله جدا من المعطار المستورده اللي داخله. انا بقى بقول النائب العام المصري في الدرج بتاعه يوجد ملف غايه الخطوره لا يفتح من 2010 لا يفتح هذا الملف. رغم ان اتكلمت في صباح الخير يا مصر واتكلمت في فرنسا واتكلمت عندكم في الرد واتكلمت في كل حته وما زال هذا الملف لا يفتح. هذا الملف هو ملف سرقه منبر كامل لمسجد قانيباي الرماح امام مسجد الرجال. حضرتك متخيله معايا يعني ايه منبر كان يسرق؟
ان هذا المنبر عندما سرق تم وضع منبر اخر مجمع علشان الناس ما تاخدش بالها. طيب مسجد قاضي داري الرماح، انا من كام اسبوع كنت هناك قبل رمضان بصور للفضائيه المصريه ورحت زرته لقيته مغلق والملف من اطراف محطوط عند النائب العام لمنبر قاضي داري الرماح. أشكرك شكرا جزيلا الباحث الأثري الكبير الأستاذ بسام الشماع النشط في مجال استعادة الآثار المصرية. ربما نحن نحتاج حلقة كاملة للحديث عن هذا الموضوع مع حضرتك أستاذ بسام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.